الفيديو ده معمول للناس اللي بتشتكي من طقم الجر ان هو بيبوظ بسرعه. تعالوا كده اتفرجوا على طقم الجر ده، الجنزير عامل ازاي. الجنزير مصدي من قله الزيت ومن قله الشحم. يا جماعه الجنازير ديت يا بيتحط لها سبريه يا تشحم يا تحط لها زيت تزيت الجنزير، ما تسيبهوش يصدي بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. دي كلها بتكون اسباب وعوامل تاكل الجنزير مع طقم الجر. ماشي 5000 كيلو، شايفين الجنزير مصدي من قله تزييته. في ناس بتقول لك التشحيم غلط، في ناس بتقول لك الاسبير غلط بيلم رمل، في ناس بتقول لك لا الزيت غلط. لا الحاجات دي مش غلط، اللي غلط ان انت تسيب الجنزير بالشكل ده يصد كده. طبعا احنا هنشحم الجنزير ده. في بعض الناس بتقول لك التشحيم غلط، يا جدعان التشحيم مش غلط، الغلط ان الجنزير يتشحم وتمشي بالموتوسيكل في طرق رمليه فالشحم بيلم رمل، لكن التشحيم افضل. الاسبري اساسا الشحم الاسبري اللي هو بيتباع ده الموتل والانواع اللي هي غير الموتل اللي ده نظام شحم اسبري. في ناس بتزيت الجنزير، الزيت اللي بتحط على الجنزير برده كويس بيقل عوامل الاحتكاك اللي هو ان الجنزير ما يصديش ويبقى بالشكل اللي هو ناشف ده فالجنزير يتاكل. طبعا احنا هنشحم الجنزير ده ونوريكم احنا بنشحم الجنزير ازاي. شحم الله الجنزير ازاي. زي ما احنا شايفين بنجيب علبة الشحم بناخد منها شحم اهوت لحظة شحم وبنشحم بطن الجنزير من جوه. التشحيم بيكون في بطن الجنزير من الداخل. شحم يا باشا شحم. لكن الصدى اللي احنا شايفينه ده معنى كده ان الجنزير مش متشحم ولا مش زيت ولا جاي عليه حتى سبريه اللي هو السبريه بتاع التشحيم، فده كله بيخلي الجنزير يتاكل لانه ناشف. شحم شحم بس كفايه. شايفين الشحم بقى كله في بطن الجنزير. لفف كده يا باشا، لفف في بطن الجنزير. طبعا ده في داخل بطن الجنزير مش هيلم رمل زي ما يكون مشحم من بره من هنا كده. ده بيشحم، انا شحمت الجنزير بس. بص على التروس كده، على الترس الخلفي والترس الامامي نفس الكلام لان الجنزير اتشحم من الداخل. لكن يا جماعه قله التشحيم بتعمل مشكله. اتمنى الناس تكون استفادت مننا في الفيديو ده وشكرا.